وانا مش هقول سر. تعرف يا ولد يا مجدي، انا حاسس ان المناظره دي لو تمت ان شاء الله هتزلزل النظام كله. مال شغل الجواد بتاع زمان، بس ساعة عليك نبي يا باشا، وانت رايح على زمان خدني في ايدك. اخدك في ايدي ايه؟ هو انا رايح السينما يا وغد يا باشا؟ ده انا هخدمك خدمه جامده قوي في موضوع المناظره ده. اسمع الكلام ده، انا هقول لك على شويه حاجات لوز اللوز، سواء احنا موجودين او اللي بعدنا، لان الشغل ما بيقفش يعني. عايزك تحرجه بقى باسئله من اللي ما فيش منها، اللي هو ما يعرفش يرد ولا يصد معاك. يعني تساله بيحب ياكل ايه، بيقضي حاجته في قبل، بيقضي اجازته فين. هي قاعدة تعارف يا صديق. طب اقول لك على حاجة، اسأله على اسرائيل، شوف ميته كده من ناحيتهم ايه، ناوي فعلا يديهم سينا ولا لا. ايه السؤال العجيب ده؟ دولة اسرائيل يا باشا، دولة اسرائيل اللي احتلت فلسطين. ايه؟ العصابات الصهيونية احتلت فلسطين؟ وعد بلفور تنفذ. هو وعد بتفور من اي البنيله ده، الله يخرب بيته. كانوا شويه عصابات تفهم الجماعه من كل حته في العالم، ازاي قدروا يعملوا كده وينشئوا دوله كمان؟ والعرب كانوا فين؟ كانوا نايمين؟ لا يا باشا ما كانوش نايمين، كانوا عاملين نفسهم نايمين. عارف انت الاغنيه بتاعت وانا عامله نفسي نايمه وانا عامله، هو كان كده بالظبط. بس على فكره ما سكتوش العرب، عملوا جامعة الدول العربية واجتمعوا فيها وقعدوا يشجبوا ويدينوا وبس. باشا التليفون بيرن يا باشا. رد. لا 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 رد ايه، لا يا عم يطلع في مصيبة زي اللي حصلت لأشرف تلبسني انا. لا رد انت الله يكرمك، رد يا باشا رد. حلو الاختراع ده، باخد معايا حتتين ثلاثة ينفعهم في الماضي ويعملوا معاك مصلحة لوز. لا مش لوز ولا مصلحة، انا قصدي عشان اعرف اتواصل مع عثمان والرجالة، رجالة المقاومة يا وغد. افتحه ازاي؟ بص تقوم دايس كده. سعيدة. ايوه يا استاذ تحسين، بخصوص طلباتك القيادات بتدرس الموضوع بتاع المناظرة ده وهتبت فيه بسرعة، انما بقى بخصوص اشرف ابنك للاسف مش هنقدر نطلعه. الوضع صعب جدا، شكلنا هيكون وحش جدا قدام الشعب. ده على اساس ان شكلكم حلو من الاساس؟ هي دي طلباتي ومش راجع فيها. عموما دي رساله القيادات ليك ومنتظرين ردك. اقول لهم ايه؟